السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم اسبادا امين. اليوم الدراري تريلر ديال جي تي اس 6 اللي شحالو حنا كنتسناو فيها الدراري نتفرجوا فيه مجموعين. انا مازال ما تفرجت فيه وخا هادي يومين باش نزل، دابا حاليا غنتفرج فيه معاكم بما انه تحطوا بزاف ديال الضجه. اصبر 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 اصبر، اول حاجه كيبان لي جرافيك هربان، راه داير 4K الدراري، راه كتسنطوا اكبر كاليتي كاينه في هذا الفيديو هي الفورك راني دايره. المهم كالي الاخر بعد اول حاجه جرافيك مزيان زيد. لوسيا لوسيا يعني شخصيه المين كاركتر تكون بنت. You know why you're here. Bad luck I guess. تريح شحال الان بي سيز الصاد، شحال الان بي سيز، كتكون شي بلاصه فيها الان بي سيز بعدا كيكون فيها بزاف، كتكون شويه كتبريسي على البروسيسور وكارت جرافيك، يعني خاصك شي كونفيك واعر باش تخدم هادشي. ناري كيفاش هادشي ما دايرين شي جهه فيها الغابه؟ شحال الام بي سيز، واش حد الام بي سيز مجموعين في البحر؟ باينه هاد البلاصه فاش تخليها هيك كان هادشي جديد 1950. ناري لي ديتاي الصاد، لي ديتاي ديتا لي ديتاي. بدا الدراري باش نتفاهمو، الناس اللي كيبغاو يقصرو جي تي اس 6 داو تجمعو فلوس كارت جرافيك الدراري، بان لي هادي ما تخدملكش على 1050 تي اي ولا 1650 ولا داك الريت، بداو تجمعو شي بداو تجمعو فلوس شي ار تي اكس. ها باش نقول لكم من دابا The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. بالمي كاركتر يكونوا جوج، يعني غتكون ديك البنت لوسيا وداك الدري اللي معاه. Trust. Trust. هادو هما المي كاركتر جوج. أول مرة غيديرو دري وبنت في فيديو اف. زعما السلاسل اللي حكيت كاملين كان فيهم غير الدراري. دابا جوج 2025. ريح Only way. كامين اون 2025. وات ذا فاك 2025 الدراري 2025 ناري حنا في 2023 ياك تقريبا، يعني ندخلوا 2024 دونك باقي عام. خويا نرجعوا نقصروا جي تي اس 6. جي تي اس 6 خويا، جي تي اس 5 يا ربي نرجعوا نقصروا جي تي اس 5. خلينا في جي تي اس 5 اخوتي تهلا. المهم هادشي اللي كان الدراري بغيت غير نتفرج معاكم في التريلر ديال جي تي اس 6. كتبوا لينا لتحت في لي كومونتير التريلر كي جاكم، ولكن من 2025 اخويا راه والدراري اللي بغاو يشريوها غنجمعوا شي جروب ونديروا 50 درهم بالواحد، فهنا غتكون بشي 1000 درهم 1000 درهم على لعبه راه بزاف، فهمتوني الدراري؟ باينه غادي تكون اغلبيه ما بين 80 دولار حتى 100 دولار 120 دولار، يعني غادي تكون غاليه. المهم هادشي اللي كان الدراري، كان معكم اسبادا، بغينا غير نديروا ريفيو خفيف ظريف للتريلر ديال جي تي اس 6، ونتمنوا تكون زوينه كما كيديروا في التريلر وداكشي ما يكونش فيها البوغز واللعيبات، وصحاب بيسيات الضعف غيبداو يجمعوا الدراري راه ما تخدمش ليكم انت الاش تي بحال جي تي وداك التخربيقات. هادشي اللي كان تهلاو.